نكمل بقى المضاد الحيوي وهنبقى زي الفل. انا موافق نروح العزبه. وش معنى يعني التغيير ده؟ ما بحبش اشوفك متضايقه. بس انا يا حبيبي عمري ما ببقى متضايقه وانا معاك. وبعدين خلينا في موضوع المعرض اللي انت عايز تعمله ده. اللي تشوفيه. ايه على ندى؟ معلش يا حبيبي ثانيه واحده ارد عليها وارجع لك. ايه يا ندى كلمتيني 100 مره. كويس انك عارفه. هو انت بتكلميني كده ليه؟ والله يعني انا ايه مش من حقي اخد يومين اجازه بس؟ انا حاسه بجد اني بكلم واحده تانية معرفهاش. فيكي ايه يا سحر؟ انا خايفه. خايفة من ايه؟ تعالي لي البيت يا ندى. انا مروحة كمان شوية. كفاية بقى كفاية.